اتكلمني كابتن على الاستعدادات الخاصة، أكيد بين الأهلي والزمالك بتبقى ليها استعدادات وطقوس عن أي مباراة الأهلي بيواجهها مع أي نادي آخر. هو اولا يعني احنا ابتدينا الدوري كان ست يعني اربع مجموعات، كان في مشكله كبيره جدا ان الكورونا ضربت الفرقه، كنت انا منهم وعشرة كمان، اضطرينا طبعا كان نضغط الماتشات للدور التمهيدي لغايه لما الحمد لله خلصناها. وبعدين كان في مشكله استقرار الدوري مع الاتحاد، عملنا اجتماع مع الدكتور سامح حمدي وهو سمع لكل الاطراف وقرر استئناف الدوري بشكل منتظم. الحمد يعني بالنسبه بقى لمستعدات ماتش الاهلي، احنا بنلعب كل يوم جمعه واثنين. طبعا طلبت من النشاط الرياضي معسكر بدري يوم، بصراحه كابتن رؤوف وافق فورا لان عارف ان قد ايه الماتش ده مهم جدا. اتمرنا، كنا بنتمرن صبح وبعد الظهر كتير، يعني الحمد لله يعني كان الطلبات اللي طلبتها من النشاط الرياضي تم توفيرها تماما. وعملنا محاضرتين على فرقه نادي الزمالك، على يعني مش عايز اقول لك يعني ان انا المحلل اللي معايا ما نامش يومين معايا. عايز اقول لك عملنا تحليل خمس ماتشات لنادي الزمالك والحمد لله جابت نتيجه كويسه جدا. فرقت مع اللعيبه؟ طبعا بنحفظهم كل حاجه. بعيدا عن الفنيات، انت في لعيبه من النهارده بيتدربوا تحت ايدك زملتهم في الملعب، والحقيقه يعني فريق الفولي بول في النادي الاهلي بيجمع يعني اعمار سنيه مختلفه كتيره جدا. قول لي بقى كابتن محمد مصلحي بيتعامل يعني، هل ده بيشكل لك ده ضغط مثلا من نوع اخر؟ بتقول ايه للعيبه بخلاف الفنيات؟ كابتن محمد مصلحي اكيد يعني مش بسهوله التعامل مع الأعمار السنية المختلفة دي. هو أنا في ثلاثة لعبت معاهم، هم لعبوا معايا، أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام ومحمود رؤوف. دول ثلاثة دول لحقوني، يعني عبد الله وأحمد حوالي أربع خمس سنين كانوا معايا قبل ما بطل سنة 2006. هم كانوا معايا لأنهم مميزين جدا، فكان أي مدير فني بيمسك الفرقة كان بيصعدهم معانا يعني. فهم كان من مميزاتهم لعبوا معايا، فأي بقى أي تعامل تاني، هم في أصدقاء وفي اصحاب وفي اصغر منك وفي ولادي وفي اخواتي، فكلهم عارفين الكلام ده كويس. يعني هي الحاله المعموله مع اللي انا عاملها مع الفرقه، انا بحبهم جدا جدا، بعشق الفرقه دي. يعني انا بقول لك انا يمكن بقالي 35 سنه، في شهر 6 الجاي هكمل 35 سنه في النادي ما شاء الله، من غير ما اسيبه خالص. لعيب 20 سنه مدرب ومدرب عام 10 سنين وخمس سنين مدير فني. في شهر الستة الجاي ده هكمل 35 سنة من غير ما اخطي خطوة بره النادي الأهلي يعني. ما شاء الله. فأنا يعني الحمد لله أعرف زملت ناس كتير، واللعيبة دي فعلا أنا بعشقهم وبعشق الفرقة دي، ويعني الحمد لله كان في كثير جدا من الانتصارات وقليل من الإخفاقات، لكن الحمد لله بشكر ربنا يعني على إن أنا إداني الفرصة دي إن أنا أمرن الولاد دول، لأنهم فعلا ممتازين جدا ويعرفوا يعني إيه النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي.